السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه كود كلاب بورليت دوت اورج، بيبدأ يعلم فكرة البرمجة بسهولة زي السكراتش بالظبط، يعني حتى الأطفال ممكن تبدأ بيه. يجيب الخريطة، بيقول لي انت في الأول هتعلم حاجات بسيطة، وبعد كده تخش في السكراتش، وبعد كده تخش في البايثون، وبعد كده في حاجات أكتر. طيب البداية ممكن تبدأ ان انت فيستوم ايلاند، ممكن ان انت تخش في ان انت تظبط الموسيقى مثلا. طيب خلينا نزور الستارت هوم. خلينا نبدأ بدوت ديزاين التيشيرت ستارت. نيو تيشيرت، دي الأدوات اللي ممكن نصمم بيها ديزاين التيشيرت. لما أضغط هيحصل ايه؟ تعالى نشوف. دي الحاجات البيزك، يعني القلم هيتغير شكله لكذا، دي الإعدادات بتاعة القلم، ده الحركة، ده الكنترول عشان نكرر، ده open operation pick random. هو المقصود بيه ان انت تصمم اي حاجة، يعني تشوف الادوات نفسها وتجربها. يعني هقول له خلي الست بين ستايل، تمام، وتختار بقى انت عايزه صورة لاين ولا عايز تخليه ازاي، تقدر تختار اي حاجة منهم. تقول له الباك جراوند انا عايز اللون بتاعها، مثلا اللون بتاع الباك جراوند يكون مثلا اصفر. لو انت عايز تعمل ستامب تشكل مثلا، والسايز بتاعتها ممكن تخليها 500. طيب قوله رن، يبدأ من هناك بالشكل دوت. كده احنا صممنا له التيشيرت اهوت، تمام. ممكن نعمل موشن، نعمل حركة مثلا للقلم. القلم اهو، هنخلي القلم لونه مثلا حاجة مختلفة، مثلا احمر، وممكن نغير السايز، ممكن نغير الستامب، هنقول له درو وبعد كده ممكن نديله حركة مثلا 0.50. ممكن حتى نخليها يعمل ريبيت للحركة اللي احنا نقول عليها. بالشكل دوت. تاني ممكن نغير اللون لحاجة تكون مختلفة. طيب انا هغير البيل ستايل دي لحاجة تكون واضحة زي سوليد مثلا او داش، هتلاقيه ظهر معاك بشكل افضل. ممكن نغير اللون مثلا لاصفر بشكل دوت. هي دي فكرة ان احنا نصمم تيشيرت. بعد كده ممكن نتنقل للخطوة الثانية، نرجع للخريطة. ممكن نقول له احنا عايزين مثلا نيجي هنا make a music start، new tune، عايزين نبدأ نشوف الأدوات الخاصة بيه ان احنا نعمل موسيقى. طيب الميوزك هيت، ممكن نقول له شغل لنا دي في البيانو. نقول له run. طيب في اداة خاصة بالكنترول، هو مثلا ان هو يكرر النغمة دي
كم مرة؟ ودي فينت لو انت مثلا عايز تغير بدل ما يشغل، لا ممكن نخليها مرتبطة بحاجة تانية. تمام، هنا بقى بيظبط حاجة اسمها بارتس وتيمبو وحاجة كده، ما فهمش ايه. طيب خلينا نروح بقى البروفايل. تمام، ده هنا بقى كل ما هتلعب هتبدأ بقى تاخد النجوم ديت. خلينا نكمل نروح مكان آخر. نيو وطنز، طيب دي بقى الخطوات. ده ارمس اب، ممكن نخلي فيه ارمس ان مثلا. الكنترول اللي هي التكرار، عايز اكرر مرتين بس. دي ممكن تحط انت بقى لو انت عايز تغير، يعني هي نتلة بقى جاهزة فمش مشكلة يعني. او خدنا البادج دوت، وبعد كده اخترت سكراتش من ماب، اخترت سكراتش، بقول له ان انا هبدأ بقى الخطوة ديت. سبيس توك، نكست، بيحدد لي الخطوات اللي انا المفروض ان انا هعملها. تمام، طبعا لغة سكراتش لغة قوية ومشهورة. بيقول لي اختار ان انت تعدل الخلفية بتاعتك، هو انا بيشرح لي اللي موجود. طيب اعتقد الخلفية هتلاقيها هنا. موجود هنا في الباك جراوند، اقول له ان انا عايز اختار باك جراوند معينة، عايزين حاجة لها علاقة بالسبيس. اي جالاكسي اهوت، كده احنا غيرنا الخلفية. وبيقول لي غير بقى الشخصية ديت، نعمل لها ديليت. ونعمل بقى شخصية جديدة، ونختار شخصية ايه بقى، سيلكت فانتسي. اهوت، اللي هو الشخصية ديت، ممكن نختار ده او دوت. عايزين نخليه يقول هلو، سي هلو، بس هيقولها امتى؟ سي هلو لمدة ثانيتين،
ويعمل لمدة سنتين، عايزين نطلق ايفنت للموضوع دوت. ايه لما ندوس السبريت فهنخش في الايفنت وهنخليه when the spirit clicked اللي هي دي، يعني لما حد يدوس عليه يعمل القصة دي. دي كده عملناها. تقدر بقى ان انت تضيف كومنت لو انت حابب، وبيقولك بقى اعمل صوت، ممكن تسجل صوت لو انت حابب ساوند، ممكن نحط صوت جاهز او نقول له سجل. لما يبدأ يعمل start sound، start sound، start sound اهوت. طيب هو نخليها قبل دي. ستار ساوند إليان كراكس، ممكن تقول له ريكورد وتسجل انت بقى اي حاجة انت عايزها. هاي هاي هاو ار يو، هاي هالو هالو، ده الصوت اللي احنا هنستخدمه. لما نرجع بقى للكود نقدر نختار الصوت اللي هو recording one. ادي ديور ناتو نانو سيبريت، عايزين نضيف فيه شخصية اسمها نانو، عايزين نضيفها. نحرك كده شوية عشان ايه ما يبقوش لازقين في بعض. عايزين بقى لما ده حد يضغط عليه من إيفنتس سويتش كولستيوم تو نانو. طيب ديت هو شكله هيتغير لما حد يدوس عليه، وهيقول سانكس وبعد كده يرجع الشخصية بتاعته نان وان. بيقول لك اضغط عليه عشان نشوف الشخصيات اللي عنده. في عنده شخصية بس اعتقد هتبقى بيه عشان ما يبقاش زعلان كده وبيقول سنكس، تحس ان هو غضبان ولا حاجة.
وبيقول لي نضيف شخصية اسمها جيجا. طيب نضيف جيجا دوت جي اي جي اي جيجا عايز ان هو لما event clicked set color sync وبعد كده clear clear graphics effect. بيقول لي غير بدل ما هو الكولر زيرو ممكن نخليها راندوم. خلينا نخليها مثلا 22. بيبدأ بقى يسألني شوية أسئلة عشان نخلص. أخيرا حصلنا على ال space talk batch upgrade. بيقولي بقى ازاي احط تيرا، انا مش عارف ايه الناس دي كلها. طيب كل واحد فيهم بيبقى ليه البرمجة جواه. فطيرة ديت هنقول لها ايه لما event، لما حد يضغط عليها تقول هلو لمدة ثانيتين، اوكي. بعد كده ندخل في المرحلة اللي بعديها وهكذا، بس هو الفيديو طويل خالص.